أطلق سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية المشروع المشترك علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في الدولة في دولة الإمارات بين مجموعة جي 42 الإماراتية ومجموعة سينوفارم الصينية الذي تم بموجبه الإعلان عن تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح كوفيد 19 في دولة الإمارات. A huge step in a stronger relationship. Congratulations. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في تصريحات خاصة بهذه المناسبة أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية يدشنان اليوم فصلا جديدا في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية عنوانه شراكة استراتيجية من أجل الإنسانية. وأكد ليو جيجينز هين رئيس مجلس إدارة مجموعة سينوفارم CNBG الصينية في كلمته خلال الحفل إننا اليوم نخطو خطوة ضخمة في رحلة محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مشيرا إلى أن هذا المشروع الرائد جاء نتاج التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين وجهودهما الرائدة في مواجهة هذه الجائحة. وأشار إلى أن دولة الإمارات بهذه الخطوة مهدت الطريق من أجل تسجيل وإنتاج لقاح سينوفارم وتوفيره تجاريا وذلك تجسيدا للجهود الرائدة للبلدين الصديقين من أجل التعافي من هذه الجائحة. وقبيل الحفل استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية. جرى خلال اللقاء بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين وسبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. كما بحث سموه ومعالي وزير الخارجية الصيني مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة.